لا احنا رايحين معانا عربية 320 2013 التركي بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليك ويبارك لك فيها. هتكلم عليها الجهاز بتاع الكار بلاي زي ما حضراتكم شايفين، تشغل معانا فيديوهات على الشاشة الصغيرة، تشغل طبعا فيديو، نقدر نتحكم في الصوت من العربية، نعلي ونوطي عادي مفيش مشكلة تمام. كمان شغال معانا الكار بلاي بالوايرلس زي ما حضراتكم شايفين، نقدر نفتح أنغامي، نقدر نفتح جوجل مابس، واتساب، جوجل مابس هي شكلها جديد بقى متغير تمام. نقدر نجيب الترافيك، نوصل الكابل ده عشان نجرب السكرين ميرورنج تمام. هنوصل الموبايل عشان استاذه هتفتح لي الموبايل. بص يا ابراهيم كده، عشان نجيب بقى السكرين ميرورنج لازم من العربيه نختار ان احنا هنجيب الجهاز سكرين ميرورنج هنا. سمارت فون تختار ابل ديفايس ده سكرين ميرورنج، افصل الكابل تمام. وصل الكابل الموبايل معانا اهو، وصل الكابل كده اشتغل معانا السكرين ميرورنج للباسورد بتاع الموبايل تمام. اي حاجه احنا هنفتحها كان فاتت على الفول سكرين، ادي فيديو هوم شغال معانا فول سكرين ده. افصل الكابل كده، الكابل من هنا من هنا تمام. لو فصلنا الكابل نرجع نختار ان هو هيشتغل كار بلاي، هيشتغل معانا على طول، هيكون مكتب اوتوماتيك الكار بلاي زي ما حضراتكم شايفين اهو، توصل اوتوماتيك. الكار بلاي بيشتغل بالوايرلس، السكرين ميرورنج بيشتغل بالكابل، بيشغل معانا فيديوهات. واخر فانكشن ركبنا كاميرا خلفيه، لو جبنا ريفرس تشتغل معانا الكاميرا الخلفيه زي ما حضراتكم شايفين، تلف معانا يمين وشمال على فتركسيون تمام. السنسورز طبعا بتطلع معانا على الشاشه زي ما حضراتكم شايفين تمام. طبعا سيستم العربيه كله زي ما هو، مفيش اي تغيير عليه ولا حاجه. لو حبينا نرجع لسيستم العربيه الزرار بتاع الباك بندوس عليه هولد، يرجع لنا سيستم العربيه، ندوس عليه هولد مره ثانيه نرجع للسيستم بتاع الجهاز. سيستم العربيه زي ما هو، مفيش اي حاجه تدل على وجود الجهاز على سيستم العربيه، مفيش اي حاجه اتغيرت فيه، كل حاجه في العربيه زي ما هي.